طبعاً من ضمن التصريحات الإسرائيلية على هذا الموضوع تحديداً، قالت بعض المصادر بأنه إسرائيل استخدمت صواريخ باليستية جوية غير معتادة لضرب إيران. هل فعلاً استخدمت هذه الصواريخ؟ تقارير أيضاً أخرى تقول بأنه الصواريخ رامبيج تظهر تطوراً إسرائيلياً يحقق سرعة فائقة. إذن الرد والرد الآخر سواء من إيران أو من إسرائيل. نتنياهو قال بأنه نحن متفقون بشأن التهديد الإيراني وقد تحدثت مع ترامب حوله، وفي إشارة هنا إلى دعم الرئيس الأمريكي المنتخب. أما وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأنه مواقع إيران النووية باتت مكشوفة أمام ضرباتنا، وهذا تصريح واضح وصريح. الخبراء علقوا أيضاً على هذا الموضوع، خصوصاً على موضوع صواريخ إسرائيل اللي دشنت فعلياً مرحلة جديدة من الصراع. قالوا بأنه الهجوم الإسرائيلي يضع الدفاعات الإيرانية في موقف معقد وربما أيضاً موقف صعب.